الاثنين بيموتوا. فانا جيت اقفش اسلام اللي هو قتل عبد السلام، فايه قام جايب رملي من الارض وبيعمل لي بكده، فانا دورت وشي عشان الرمل ما يجيش فين، قام جري من جنبي قمت قافش حبس، قمت قافش حماصه وزمزم بالمطاوي اللي معاه، قمت قافشهم على جنبي اهو، كان هو دخل ادى النكتتين وجري. حاولتش تنقذه او ما؟ لا انا جريت عليه، هو اول واحد كان هو اللي يعني اللي هو اللي كان جاي الاول والاثنين بعد كده وراه، جيت لما جيت عليه هو الاول قام ايه واخد الرمل من الارض، فانا عشان ايه احمي نفسي فايه عملت كده اهو، قام الرمل ايه يعني هو هوشني بس بالرمل، لما انا بعت جري من جنبه قمت قافش الاثنين التانيين. بس دخل بقى الدير، ولما طلعت اعمل محضر فوق طلع بيقول لي الضابط انا عايز اعمل محضر، هو عبد السلام معورني وانا معوره، قلت له يا باشا ده سعادتك عبد السلام ده مات هيعوره ازاي؟ اما هو لما نزل الحجز عور نفسه كامل. يعني هو عور نفسه مرتين كل حاجه. انا كنت بس وحش، انا كنت في البيت هنا وكان لسه خارج مفيش دقيقه، وانا كنت في البيت هنا مفيش ربع ساعه ولا تلت ساعه، لقيت اختي طلعت تشتري حاجه وجايه تصور، قول لها في ايه في ايه، بتقول لي عبد السلام قطعه مات، قول لها قطعه ازاي ومات، قالت لي واقف بيشرب ازاز الكنز وعلى غفله كده ده راح معدي من الناحيه الثانيه مركبها له زر ومركبها له في جنان، وهو جاي عليه ماسك شويه تراب في ايده حما بيهم حما بيهم ابني مداش منطة، ابني مداش منطة، حطت ايده على رقبته كده هاتوا لي امي هاتوا لي امي، وبعد كده حطوا في توك توك وجري بقى المستشفى مات. على ما وصلت المستشفى بينه وبين لما عرفت، على ما وصلت المستشفى كان خلاص مات، ويا دوب لسه بتضير كده لقيتهم خدوا على التلاجة، انا ما شفتش ابني تاني بعد كده، ولسه خارج من هنا رايح فرح ولابس وما مش اي حاجة واقف وسارق، ما دخليش تاني، دخلي على ظهره، دخلي على ظهره، مؤدب وحنين وجدع وراجل ولا صايع ولا حرامي ولا مسجل ولا اي حاجة، اسأل عليته بالارض الدنيا كلها حزن عليه من ادبه، ما حدش مصدق لحد دلوقتي، شوف عزاه في اخر الشارع من صحابه بقالهم تلات ايام عاملوهوله، انا لسه واحده ما تعرفنيش داخله عليا دلوقتي بتاعت مخلي تقول لي وانتي امه، قلت لها انا امه، قالت لي ده في حضني بقاله شهر مع ابني ما بياكلش الا معايا وما بيمشيش الا معايا وبيشيل لي اودي لحاجتي على اكل عيش، الناس دي ايه الناس دي كلها، انا ما اعرفش ان ابني محبوب كده ومحترم، معرفش ايه العالم دي كلها اللي جات له، يعرفهم منين؟ الناس حزينه عليه اكتر مني، الناس حزينه عليه اكتر مني، وضهري وسندي، وهو اللي مأكلني وهو اللي مشربني وهو اللي داخل وطالع عليا و... خلاص والنبي بقى. والطلب بايه يا ست انت دلوقتي؟ زي ما جراله يتقطع يموت زي ما جراله، زي ما قلبي اتحرق عليه قلب امه يتحرق عليه، زي ما قلبي اتحرق عليه قلب امه يتحرق عليه، وطلبي باعدامه يعني اعدامه وتقطيعه وموته في الدنيا بحالها، لحمه يتنطور في الدنيا بحالها، حب بس ولاقيه داخل عليه بس على دماغي وجايب لي الكنز وجايب لي البيت، ايه الحنية اللي في عمري دي؟ حنية في عمري، حنية في عمري، حنية في عمري، وابن عمري وضهري وسندي.